جميعنا يتذكر تلك المتعة التي كان يشعر بها حينما كان طفلاً صغيراً أثناء زيارته لحديقة الحيوان. ولكن دعونا نخبركم أن حدائق الحيوانات لا يشبه بعضها بعضاً، فبعضها ربما يبهركم ويمكنكم من خلال زيارته قياس شجاعتكم ومدى التوتر الذي يمكنكم احتماله. دعونا نقدم لكم بعضاً منها اليوم. حديقة السفاري، تلك الحديقة في مدينة رانكاجو بدولة تشيلي، كل شيء مقلوب بها رأساً على عقب، حيث لا يتم وضع الحيوانات داخل أقفاص، وإنما يوضع الزائرون من البشر داخل الأقفاص. وتقوم فكرة تلك الحديقة على أن تكون أكبر حديقة حيوان في أمريكا الجنوبية. يمكنكم مشاهدة الحيوانات وهي في بيئاتها الطبيعية، ففي تلك الحديقة يتجول الزائرون داخل عربة مؤمنة تأخذهم في جولة تقترب بهم من الموطن الذي يعيش فيه الحيوان. على سبيل المثال، هناك 6 من الأسود تتجول بحرية ولا داعي للقلق، فتلك العربات مؤمنة بأقفاص من الحديد الصلب يجلس داخلها الزائرون. جميعنا يعلم أن الأسود تنجذب إلى اللحوم الطازجة، كما أنها تحب اصطياد فرائسها، ومعنى هذا أن مجرد رؤية الزائرين داخل الأقفاص يجذبها من الاقتراب منهم، بل والصعود في بعض الأحيان على ظهر تلك الأقفاص، وهو ما يتيح لبعض الزوار ممن يملكون الشجاعة الكافية أن يتلمسوا أجساد تلك الحيوانات دون أن يحدث لهم أي أذى، أو على الأقل أن يلتقطوا الصور من زاوية قريبة لم يكونوا يستطيعون الوصول إليها إلا بمثل تلك الطريقة. حديقة تشيسينغتون، تلك الحديقة التي توجد في المملكة المتحدة تختلف عن باقي حدائق الحيوانات في العالم، حيث أنه لا يمكنكم ارتداء أي ملبس في حال أردتم الذهاب إلى هناك، حيث لاحظ القائمون على تلك الحديقة اقتراب الحيوانات بشكل خاص من هؤلاء الأشخاص الذين يرتدون الملابس المقاربة للون جلودهم، كما أن بعض الحيوانات تهرب بمجرد رؤية أي شخص يرتدي بعض الملابس التي تشبه جلود الحيوانات التي تقوم بافتراسها. لذا لا يسمح بارتداء الملابس التي تشبه جلود الزرافات والنمور والحمار الوحشي وغيرها من الحيوانات. وإذا صادف وارتدى أحد بعض تلك الملابس فأمامه أحد خيارين، وهما إما أن يرتدي أفرهول مخصص يتم منحه إياه داخل الحديقة حتى ينتهي من زيارته، وإما أن يغادر الحديقة ولا يسمح له بإكمال الزيارة. حديقة أورانا البرية، حديقة أورانا في نيوزيلندا واحدة من أكبر وأشهر الحدائق في نيوزيلندا، وتبلغ مساحتها 80 هكتار، وتعد من أفضل أماكن الجذب السياحي، حيث أنها توفر المتعة والمرح لكل من الكبار أو الصغار، كما أنها الوحيدة في نيوزيلندا التي يمكنك من خلال زيارتها مشاهدة الحيوانات وهي في بيئتها الطبيعية أو في بيئة قريبة منها. وتعتبر تلك الحديقة موطناً لأكثر من 70 سلالة من الحيوانات، مثل بعض أنواع الزواحف والطيور والنمور والأسود، وكذلك الزرافات والقرود والسلاحف والسناجب والجاموس البري وغيرها من الحيوانات الكثيرة. ويمكنكم التجول والاقتراب من البيئات التي تعيش فيها تلك الحيوانات البرية من خلال عربات مؤمنة بأقفاص. حديقة سنغافورة للحيوانات، تعد حديقة سنغافورة أكثر حدائق العالم حرية وانطلاقا، فجميع الحيوانات تنطلق وتتصرف على طبيعتها نظرا لعدم وجود أي أقفاص يتم فيها حبس وتقييد تلك الحيوانات. وتحتوي تلك الحديقة على 2500 حيوان من جميع أنحاء العالم، وفيها يمكن للزوار مشاهدة سلحفات عملاقة تعبر الطريق أو اللعب مع النيمو أو المشي مع الزرافة. ويمكن لهؤلاء الزوار الذين يتمتعون بقدر من الشجاعة الذهاب إلى داخل الغابات ومشاهدة الحيوانات المفترسة مثل النمور وغيرها، ولكن من خلال عربات مؤمنة. مملكة حيوانات ديزني، تلك الحديقة هي أحدث وأكبر مملكة للحيوانات داخل مدينة ديزني، وقد تم افتتاحها في عام 1998، وتم إنشاؤها على مساحة 200 هكتار، وبها ما يزيد عن 250 سلالة من الحيوانات البرية المختلفة. وتعتبر تلك الملاهي هي أول ملاهي تنشأ داخل محمية طبيعية بها الكثير من الحيوانات في العالم. حديقة جبل تشيانغ ماي، في تلك الحديقة والتي توجد في شمال تايلاند يمكنكم الاعتناء ومتابعة الباندا لمدة يومين، بل والاقتراب من صغار الباندا.
في اليوم الأول من الزيارة يمكنكم معرفة تاريخ الباندا في تلك الحديقة وكذلك الأساطير المتعلقة بهم وتعلم كيفية مراعاتهم وحمايتهم والمحافظة عليهم. ثم تبدأ المتعة حيث يمكنكم مساعدة حراس الحديقة بإطعام الباندا واللعب معهم بل وتحميتهم أيضاً والتقاط الصور معهم.